نرمين، شو صاير هون؟ كل شيء، كل شيء تعبنا عليه كل هالوقت راح على الزبالة يا عزت. مين بيكون عمل فينا هالفصل الناقص؟ عدنان. يعني قصدي بالمختصر، بعد العملية بالمستشفى أظهروا البنت على أنها ميتة، وبعدها راحوا رتبوا تقرير مزور، وطبعاً بعد منها جنازة مزيفة. هذا الحكي مو معقول، شو هالقصة الغريبة؟ صدقني أنا ما كان عندي علم أنه صار هالشي بالمستشفى. وأنا كمان هيك كنت متوقع. بعد هالقصة ما بتمنى أنه المستشفى تتأثر أو تنضر أبداً. أنا بتشكرك على تفاهمك هذا عدنان بيك. العفو. بس رح أطلب من حضرتك طلب. بدي تنهي وظيفة الدكتورة اللي عملت هاي العملة. أنا رح فكر بالموضوع ورح شوف شو رح ساوي. ليلى، صار لازم ترجعي لطبيعتك. شوفي، ابني عدنان مسح بكرامة ملك الأرض. حطي عقلك براسك بأسرع وقت وحاولي إنه تحملي بقى. شوفي علي رجع، عزت كمان بكرة أو بعده بيجي بيحط ابنه بحضن مرت عمي لورين، وقتها كمان مرت عمي لورين بتسامحه على كل شي. اسمعيني منيح، حطي عقلك براسك وخلصي من هالقصة. عندك حق مرت عمي، بس عدنان من وقت ما دري إني ساعدت ملك بالهريبة ما عم يتطلع بخلقتي. أنت كمان تزاكي شوي وخليه يتطلع بخلقتك. أنا بدي علمك كل شي، طلعي بحالتك. هيك بدك تضلي لابسة؟ اسمعي لقلك، حضري لي حالك، بدنا نروح نتسوق. وقفي فاطمة، أنا بعطي الدواء. يلا افتح تمك، خلصني. عدنان رح يحدد كيف وقديش وشلون رح يكون شغلك بالدكان، وبكرة رح تشوف الرزق على وش ابنك جمال. الله يخلي لك يا، وبس يكبر رح يكون فخور كتير بأبو علي. زهرة مرتك حلالك يا علي، وكمان هي أم ابنك، لا تقاسيها، عاملها منيح قد ما بتقدر، هذا كله لمصلحتك ابني. بس اوعك تعطي مجال لأمها تحكي أو تتدخل بحياتكم. لا تاكلي هم أبداً ستي لورين. أمي، خير شو، من وين جاي؟ أنا كنت مع عزت يا ابني، حكيت أنا وياه شوي. بالإذن رح غسل وشي وإيدي وإجي على السفرة دغري. إيه ماشي. افتح تمك، لك قلت لك افتح، خود الحبة. يا الله على هالحالة، ما عم ياخد الدواء، كأني قاعدة عم بعطيه سم. ليلى، تعي ساعديني لأعطيه الدواء. افتح تمك عمي، يلا افتحي. يلا عمي يلا افتحي منيح، يلا يلا خدها لشوف. اشرب يلا. انتو شو يلي عم تعملوا؟ شو بدنا نعمل؟ عم نحاول نعطي الدواء لغانم لحتى يطيب. اخ يا غانم، لك والله بعرف انك تعبت، بس انت مجبور تاخذ الدواء كرمال انك تتحسن.